إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. إن شاء الله هنتكلم في مقدمة في مادة الديناميكا الحرارية، وهنقول قوانين وأساسيات لازم تكون عارفها في مادة الثيرموداينامكس. إيه هو الثيرموداينامكس؟ هو علم يهتم بدراسة أداء الآلات الحرارية وكيفية تحويل الطاقة الحرارية إلى شغل والعكس عند التمبريتشر. الحرارة درجة الحرارة تقاس بالترمومتر وتقاس بوحدة من الوحدات الآتية، عندي سيليزيوس وعندي اللي هي السي وعندي التي اللي هي بالكلفن وعندي الفهرنهايت وعندي الرانكن للتحويل بين الوحدات ديت رموزهم عشان احول للتحويل بين الوحدات ديت اللي هي بتاعت الكلفن والسيليزياس للتحويل من سيليزياس الى كلفن عشان احول ما يديني قيمة بالسيليزياس وعشان احولها للكلفن، يبقى تي كلفن بتساوي قيمة السيليزياس زائد 273. عشان احول من سيليزياس لفهرنهايت يبقى الفهرنهايت بيساوي درجة الحرارة بالفهرنهايت بتساوي 9/5 في قيمة السيليزياس اللي مديهالي زائد 32. عشان احول من فهرنهايت لرانكن يبقى الرانكن بيساوي قيمة الفهرنهايت زائد 460. برضه حاجة مهمة جدا لازم تكون عارفها، درجة غليان الماء المية بتبقى عند 100 درجة مئوية سيليزياس عند الضغط الجوي، درجة الغليان بتاعة المية بتوصل لمية، درجة تجمد المية بتبقى 0 عند الضغط الجوي. وحاجة مهمة جدا في كل قوانين مادة الثيرمو بنستخدم التحويل لكلفن، يعني بيديني قيمة في السيليزياس، قيمة سيليزياس أو محولها لكلفن بجمع عليها 273 عشان أحولها للتي كلفن. عند الضغط بريشر هو القوة المؤثرة على وحدة المساحات، هو القوة المؤثرة على وحدة المساحات. بريشر بيساوي قوة على مساحة، وحدة الضغط نيوتن على المتر سكوير اللي هي بتساوي باسكال. انا عندي وحدات قياس الضغط كيلو باسكال بار او باسكال او نيوتن على المتر سكوير، عندي النيوتن على المتر سكوير، نيوتن على المتر سكوير بيساوي الباسكال. لو مديني رقم ميجا باسكال بالميجا باسكال عشان احوله لباسكال بضرب في 10^6، بضرب الرقم في 10^6 عشان احوله لباسكال. لو عنده رقم مديني ضغط بس بالبار بضربه في 10^5 عشان احوله لباسكال. لو مديني رقم بكيلو باسكال عشان احوله لباسكال بضرب في 10^3. هنتعرف على أجهزة قياس الضغط. عند الباروميتر يستخدم في قياس الضغط الجوي، المانوميتر يستخدم لقياس ضغط غاز أو سائل وكذلك لقياس فرق الجهد بين السائلين. دي شكله، دي عندي بيبقى ارتفاع عمود الزئبق، ده الباروميتر، وده عنده المانوميتر دي ارتفاع السائل الاتش دي الفصل بين الارتفاع السائل ومن هنا ومن عند النقطة ديت والنقطة ديت. عندي هناك 3 أنواع من الضغط، سوف يتم التعامل معهم. عند الجيج بريشر ضغط مقاس، عند قياس ضغط الهواء داخل إطار سيارة فإن الضغط الذي يتم قياسه هو ضغط الهواء داخل الإطار فقط بدون الضغط الجوي. ده مفهوم يعني اللي البيثك الأساس بتاع الضغط المقاس. عند الضغط المطلق absolute pressure
الضغط المطلق فهو عبارة عن الضغط الداخلي المقاس زائد الضغط الجوي. البي ابسوليوت بيساوي البي اتموسفير زائد البي جيج بيساوي البي المقاس زائد البي بتاع الضغط الجوي زائد المقاس، الضغط الداخلي المقاس زائد الضغط الجوي. عندي الفيكم بريشر، الفيكم بريشر ضغط الخلخلة أو ضغط التفريغ هو مقدار الانخفاض في الضغط عن الضغط الجوي أو هو ضغط مقاس بإشارة سالب، بيبقى دايما أسفل من الضغط المقاس. يبقى هو مقدار الانخفاض في الضغط عن الضغط الجوي، هو مقدار الانخفاض في الضغط عن الضغط الجوي أو هو ضغط مقاس بإشارة سالب. عند ال P absolute بيساوي ال P atmosphere ناقص ال V ناقص ال P vacuum اللي هو ناقص الضغط التفريغ. عندي كما واضح بالرسم أمامكم، عندي الزيرو ابسوليوت هنا ده الضغط المطلق بيعتبر لسه مستوى بصفر، هنا قيمة الضغط المطلق، الضغط الجوي ودي الضغط الجوي، دي الزيرو دي هنا بداية الضغط المقاس. دايما ضغط التفريغ بيبقى تحت الضغط المقاس. هنيجي برضو لحاجة مهمة جدا، حاجة مهمة، الضغط الجوي إذا لم يعطى في المسألة، الضغط الجوي إذا لم يعطى في المسألة بعوض عنه ب101325 باسكال. البي اتموسفير البي الضغط الجوي او ممكن ب101.325×10³ باسكال لو هو مش معطى في المسألة. عند الكثافة density رو هي كتلة وحدة الحجوم من المادة، الرو بتساوي الماس على الفوليوم، وحدتها كيلو جرام على المتر مكعب. عندي لازم تكون عارف ان الرو بتاعت المية ب1000 كيلو جرام لكل متر مكعب. عندي الرو اير كثافة الهواء 1.2 كيلو جرام لكل متر مكعب. كثافة السوائل بتبقى ثابتة، الرو بتساوي كونستانت، انما كثافة الغازات غير ثابتة متغيرة، الرو لا تساوي كونستانت. الحجم النوعي specific volume هو حجم وحدة الكتل من المادة اللي هو مقلوب الرو، اللي هو مقلوب الرو، الحجم النوعي مقلوب الكثافة. عند الشغل عندما تؤثر قوة على جسم فتقوم بتحريكه مسافة L، فهذا هو الشغل. لا، لما يكون عندي عندما قوة بتؤثر على جسم فبتقوم بإزاحته مسافة L، فهذا هو شغل. الورك بتساوي الفورس في الديسبليسمنت اللي هو الاف في ال ال، وحدته اللي هو القوة بالنيوتن، والديسبليسمنت يعني القوة، يعني الشغل بيساوي الاف في الديسبليسمنت اللي هي الازاحة، يبقى الاف في ال ال، اف في ال ال. عند القوة بال عند القوة بالنيوتن والديسبليسمنت بالمتر، نيوتن في متر اللي هو الجول، اللي هو جول. عندي الطاقة الحرارية تنقسم إلى نوعين، الطاقة الحرارية تنقسم إلى نوعين اتنين. عندي سنسبل هيت اللي هي حرارة محسوسة، حرارة محسوسة اللي هو بيسموه التسخين المحسوس، هي الطاقة الحرارية اللازمة، هي الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة الماء حتى درجة الغليان، اللي هي حتى 100 درجة مئوية، أو هي كمية الحرارة
التي تسببت في رفع درجة حرارة المادة دون تغيير في حالتها. يعني يقصد بالتسخين المحسوس هو رفع درجة الحرارة لنقطة معينة من الهواء دون تغيير المحتوى الرطوبة له. وعندي ويمكن الحصول على عملية تسخين محسوس عن طريق تسخين الهواء بواسطة سخان كهربائي أو ملف ماء ساخن أو بخار بدون أن يتلامس الماء الساخن مع الهواء. عند الحرارة الكامنة هي كمية الحرارة اللازمة لتحويل المادة من حالة إلى حالة أخرى لكل 1 كيلو جرام من المادة، يعني من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة أو إلى الحالة الغازية. تعمل على تحويل، يعني الحركة من ديت يعني بصورة تانية، يعني بتعمل على تحويل المادة من صورة إلى أخرى دون تغير درجة الحرارة. درجة الحرارة ما بتتغيرش. عندي في الحرارة النوعية تعرفها specific heat رمزها سي، هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة الحرارة 1 كيلو جرام من المادة 1 درجة مئوية، وحدتها جول لكل كيلو جرام كلفن. ثيرمو دينامكس سيستم، نظام الديناميكا الحرارية، هو الحيز المراد دراسته. سيستم سراوندينجز، محيط النظام، هي البيئة المحيطة بالنظام المراد دراسته. حدود النظام سيستم باوندري، وهي التي تفصل بين النظام والبيئة المحيطة به. مثلا عند منظومة سيستم دي سراوندينجز، البيئة المحيطة اللي حوالين المنظومة اللي عندي، ودي سيستم باوندريز اللي هو حدود النظام اللي هو موجود عندي. هنتكلم بقى في أنواع الأنظمة في الديناميكا الحرارية. عندي النظام المفتوح open system، هو النظام الذي يسمح بتبادل كل من المادة والطاقة بين النظام والوسط المحيط. يعني هو نظام بيسمح بتبادل الكتلة والطاقة بين النظام والوسط المحيط. النظام المغلق closed system هو الذي يسمح بتبادل الطاقة فقط، ما بيسمحش بتبادل كتلة ولا أي حاجة تاني بين النظام والوسط المحيط على صورة حرارية أو شغل. النظام المعزول isolated system هو الذي لا يسمح بانتقال أي من الطاقة والمادة بين النظام والوسط المحيط، ولا بيسمح ولا بانتقال طاقة ولا كتلة ولا المادة ولا أي شيء. صور الطاقة في الأنظمة الحرارية، صور الطاقة في الأنظمة الحرارية potential energy، طاقة الوضع دي بتحدث نتيجة وجود الماء على ارتفاع زد من سطح الأرض، رمزها PE اللي هي بتساوي MG في الزد. الام عندي اللي هي الكتلة، الجي اللي هي عجلة الجاذبية بعوض عنها ب9.81، الزد اللي هو الارتفاع، وحدة الضغط اللي هو بالجول، تقاس بالجول. كاينتيك انرجي، طاقة الحركة، تنشأ نتيجة حركة الماء بسرعة c، يبقى كاينتيك انرجي بتساوي نص ام c سكوير. عند الام اللي هي الكتلة، السي اللي هي السرعة، بنرمز لها في مادة الديناميكا الحرارية بالرمز سي. عند الانترنال انرجي، الطاقة الداخلية، وهي تنشأ نتيجة تجاذب جزيئات المائع ببعضها البعض، عند فلو انرجي، طاقة السريان، وهي الطاقة التي تؤثر على المائع، فتعمل على تحريكه من نقطة لأخرى. عندي فلو انرجي بيساوي الضغط في الحجم،
الانثالبي المحتوى الحراري. المحتوى الحراري هو عبارة عن مجموع الطاقة الداخلية وطاقة السريان. الانثالبي بتساوي مجموع الطاقة الداخلية زائد طاقة السريان، اللي هو بيساوي الانثالبي اللي هو الاتش بتساوي اليو اللي هو الطاقة الداخلية زائد البي اللي هو الضغط في الحجم اللي هو الفي. هنتكلم في اخر حاجة في الحلقة ديت، وهنكمل برضو الاساسيات ان شاء الله. عندي السيستم بروبرتيز، خصائص النظام، هي اي سمة من سمات المنظومة يمكن ملاحظتها او بنلاحظ تأثيرها او قياسها، وهي مثل الضغط والحجم. يعني الخصائص دي بتبقى زي الضغط والحجم ودرجة الحرارة والكثافة. سيستم ستيت، حالة النظام، وهي مجموعة الخواص التي توصف النظام عند لحظة معينة. هي مجموعة خواص بتوصف النظام اللي عندي عند لحظة معينة. يعني مثلا هيقول لي لدينا تانك به هواء، حالة الهواء كذا، يعني التانك دي بيحتوي الضغط كذا وحجمه كذا ودرجة الحرارة كذا، حالة الهواء بتاعته والروه بتاعت الهواء 1.2، كمثال يعني على تعريف حالة النظام. بروسيس، الإجراء، هو التحويل من ستيت إلى ستيت آخر، يعني بنتقل من نقطة إلى نقطة تانية. سايكل، الدورة، عبارة عن مجموعة الإجراءات المتتالية بحيث يعود النظام إلى نفس حالته عند البداية. يعني بدأ من 1 هيروح لـ2 هيروح لـ3 هيرجع تاني لحالته الأصلية.